وازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمود مجدي من قناة ميكس جيمز. مقدمة محدش بيطقها ولا انا شخصيا، بس نعمل ايه، مفيش غيرها. بقالي شهر كده وشوية ما رفعتش فيديو، خنقتكمش، واحنا عمالين نتفرج على الراجل اللي هو بيستحمى. هنطلع بس من الحمام كده عشان ايه؟ عيب. المهم، الفيديو ده استعراض لممتلكات افقر فقير في لعبة جي تي اي في اون. بداية من الحمام، حاجة على قد كده، ناخد سيلفي في المراية. سيلفي في المراية، سو شياكة، اقسم بالله شياكة. خلصانة، نطلع على برا الشقة بقى المتواضعة بتاعتنا. ايه القرف ده يا جدعان؟ ده بخور، هو كان بيطلع دخان بس هما يعني هو ده بخور عامة، والتلفزيون بقى وتكييف وكده، انت فاهم. وزت سفرة الأكل عشان لو في حتة يعني ايه، بس عشان أنا سنجل وحيد في الحياة دي، وبير عشان لو استغفر الله العظيم حب يشرب، بس أنا مش بشربه، أنا محافظ على صحته. وفي راديو بس لا بلاش، خلاص اقفله، اقفله تاني، اقفله تاني، تيرن اوف. بس بس خلاص باك عشان كوبي رايت. و ناس دي معرفهاش اقسم بالله، بس هما جم مع الشقة لما انا اشتريتها. ننزل على الجراش، اوريكوا الجراش المتواضع بتاعنا. ف بص، اتفرج على الفلوس بقى والغنى الناو. ايه رأيك؟ عربيات متعرفش تركبها، عربية شبيهة للبنتلي، وعربية مش عارف شبه، مش عارف شبه ايه اقسم بالله. بس يلا عشان نستعرض بقية انت فاهم بقى، انت فاهم، لازم نبين كل حاجة. نروح على فين بقى؟ نروح على الجروش. هو انا كنت عايز اظبط فيه شوية حاجات كده، بس انا كسلت الصراحة، وانا كسلت فاين. يلا بينا. المهم، عارف ان انا وحشتك طول الفترة دي طبعا، اكيد مال والله ناس، ناس يعني ايه فاهم، مش عايز اقول لكم كمية الناس اللي تقول لا محمود ارجع، محمود يا انا نسيت الاسم ده اقسم بالله. طبعا اللي في جنب العربية ده مش انا اللي خبطتها، معروف ان انا بعرف اسوق، بس هي اللي توقف في امان الله في الاشارة كده. يعني واحد غشيم جه اداني بوسة هنا، وهي بوسة كانت، ده مش بوسة، ده اختصار. لا عيب 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 عيب، استنى كده نرجعها للجراج بتاعها ونخش الجراج بتاعنا يا جدعان. الجراج بتاعنا الفلوس، اتفرج على الفلوس يعني. اوه، العربية بتاعتي، العربية دي يعني ايه، جميلة اقسم بالله، جميلة سريعة. ودي ما كانتش كده، بس انا عدلت عليها وجنود بقى وبتاع، خربت الدنيا. ان شاء الله يعني هيبقى ايه ده، هو في واحدة من هنا تاني؟ مهم، احتمال يكون في اسمه ده ايه، هتبقى كل العربيات لونها احمر مترد زي ده، يعني يبقى احمر غامق زي ده بالظبط كده، بس هو هيبقى مترد في اسود او في ابيض، يعني حاجه من الاثنين. بس دي عجبتني في الميت بلاك، كانت عظيمه صراحه، انا اللي معدلها برضه، مش فاكر انا سارقها بعد كده عدلتها. مفيش عربيه في دول دفعت فيها فلوس غير التعديل، دي انا اللي معدلها وكنت واخدها ببلاش، دي كنت سارقها وعدلتها يعني يعتبر خدتها ببلاش، دي ما عدلتش فيها حاجه بس هي كده واخدتها يعني بس كده، ودي سرقناها، ودي ببلاش برضو بس شكلها كده جميل في الابيض واسود، عظم. ودي كده برضو، ودي سيم برضو نفس الشيء، ما فيهاش اي حاجه جديده. والموتوسيكل ده اعظم موتوسيكل، يعني هو بلاش اكيد في حاجه احسن منه، بس ايه مش عارف، مش عارف يعني، حبيته اقسم بالله حبيته. العربيه دي اللي احنا كنا لسه راكبينها، مش عارف هو ايه اللي جابها هنا، كان المفروض في حاجه مكانها سبيس يعني. والعربيه المدرعه دي مش عارف اسمها ايه، بس يعني ما علينا، متشغلش بالك انت، واحده واحده عشان احنا ايه لسه بادئين. ناخد ال ايه، طيب خلاص ناخد الموتوسيكل ونروح على المكان اللي بعده. عندنا ايه؟ عندنا المصنع الفلوس، استنى نروح هوريكوا شركتنا على السريع، يعني ما فيهاش حاجه.
بس انا اوريها لكم برضه عشان نكون استعراض صريح. الكثفة اللي انت فيها يا حازم. عظيم 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 عظيم. نركن بقى هنا عشان انت فاهم، بس سواء قانونية وبتاع فاهم يعني، فاهم ضغط. بس حد يعني واحد بقى صاحب شركة وبتاع وأملاك بقى وميز بنك وحاجة في طول خازوق حياتي يعني، حاجة عالية برضه، مش هينة. هو زعل أو مين اللي ضربه في وشه؟ أنا لو أعرف هقول، بس أنا معرفش. ويلكم بيكو في شركة ميجز There's the boss. العالمية حبيبة قلبي، جايلك. عاملة ايه؟ Hi there. What can I استنى do بس for you? ادينا سناكس بس Anything عشان to keep you productive, boss? Are you sure عشان you need more snacks? يا ريت. عشان Looks like your pockets are full. هيجيلي السكر. When you finish what you've got, I'll give you some more. حبيبة قلبي. Are you sure you need more snacks? بعد اذنك. You're looking good. حبيبتي really. انت Looks احلى like والله. your pockets are full. لا ما When you فهمتش finish دي. what you've got, I'll give you some more. Are you sure you need more snacks? خلاص بقى انت هتحرقي. خلاص يا مارا. As soon as you've decided, I'll get the Pegasus rep to prepare خلاص. Oh, hi. بس خلاص روحي. Bye. حبيبتي. والشركة بتاعتنا المتواضعة اللي مش عارف ايه لازمتها كل ده، وبهرجة وبتاع وشاشة تلفزيون قد كده، وانا ما بجيش هنا غير قريب. بس عندك بقى كل تشتهيه الانفس من مزات، واستغفر الله العظيم. وايه الباب ده؟ ده انا كنت اول مرة افتحه. خلاص بقى خلاص. وفي راديو؟ في راديو حقيقي؟ بس سيبك. ايه المهم، والكمبيوتر بتاعنا نوريكو بس الحاجات اللي انا مش بعملها اساسا. والله مش مشكلة. هما بقى عايزين ناس اشتري مكان عشان احط فيه الحاجات دي، وانا لسه على الله يعني. حاجات لما اجي اسرق حاجة مش عارف والله، انا بس انا مش عارف صراحة، بس انا لسه ابحث في الموضوع اكتر. مش عارف ايه سبيشال كارجو ده، مش عارف ايه ده لازمته. الفيكل كارجو ده مكان بتشتريه عشان ما تسرق عربية تحجز يعني تجرشها فيه بعد كده تبيعها. بس مفيش اي حاجة تاني في اللابتوب الكحيان ده، هي شركة كحيان وصاحبها كحيان جدا يعني. فبس كده ننزل نروح بقى على المكان اللي بعده، هوريكوا في طريقي من Just give me ضمن the ال word and I'll make it happen. حبيبتي حبيبتي اقسم بقى. Hello. اصبر. How can I help you? عايز Quite a collection you've got here. يا بت اسكتي. لا مش عايز ده. ولا ده ايه ده فين؟ Let me know what you want and I'll tell the Pegasus people to get it ready. اخرسي شوية، هو انا مش معايا غير الطيارة دي، مش معايا غيرها. فاحنا هنطلع بيها Sure. بقى It's on the way to the helipad. حبيبتي حبيبتي اقسم بالله، من ضمن ممتلكاتي المجانية برضو. عايزين بقى ايه؟ ثانية واحدة نروح على واجهتنا التانية، ايه مصنع الفلوس. استغفر الله العظيم استغفر الله، مش فيش الكلام ده. هو الناحية دي بعد كده انا هفك على البنكر، عشان في فرق ما بين البنكر والهانجر، عشان في اتنين، الهانجر بتاع الطيارات والبنكر ده. ما علينا، احنا بنحرق كتير ليه؟ يلا بينا. A few moments later. اوه الله عليك، احسنت يا ابني والله. عاش عاش طيران، عاش طيران اقسم بالله. انا فين بقى؟ انا فين؟ عم الميكانيكي هات لنا عربية بص ايدك في اسرع وقت ممكن. بص انا مش حافظ اسماء عربيات، فممكن نجيب بطريقة عشوائية. هات اول واحدة. يلا على الله، يلا مش مشكلة بقى، خليها على الله. الحمد لله على السلامة.
يلا 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 احترم نفسك يا ابن ال يا قليل الأدب. يلا مش مشكلة أي حاجة، بس أنا حاسسها بطيئة ولا أنا بيتهيألي. أنا أول مرة أجرب العربية دي والله، ولسه ما عملتش عليها أي كاستمايز، لسه واخدها امبارح أساسا. بس ملفاتها كويسة، صوت الموتور بتاعها بيبي أو حاجة كده فعلا. بوف ناس محترمة يا عالم يا سفلة. وانا ليه قدرت نفسي وعملت محترم وبركن في جراج وبتاع بقى واستعراض نظافة وكده ليه؟ انا كده كده بخش بالعربية جوه البتاع برشق جوه. يلا مش مشكلة بقى، موقفين شغل. لا يا رجالة مش عاجبني الشغل ده، اقسم بالله انا هجيب لكم شغل دلوقتي. مديرك الرخم لما يطب عليكم فجأة. الشغل مش عاجبني، شدوا حيلكم شوية يا جدعان عشان اللي مش هيشتغل هجازيه. اتفقنا؟ يلا سلام عليكم. نروح هخش على محل الملابس بسرعة غير الطقم ده، عشان ايه اتخنقت منه، عشان انا غني جدا ومعايا فلوس كتير وتفاهم بقى، مش عارف اوديها فين. مفهمتش حاجة اقسم بالله، انتي مرة لتاتة. Your wish is my command. ايه ده بت؟ ايوه كده. ولا واحد عدل. طب نشتري طيب واحد، استنى كده، هو كان في واحد تقريبا. استنى خلينا من تحت احسن. ده مفيش اساس. عجبني الشاب الروش ده ولا ده؟ خلينا في ال خلينا في اللي احنا عارفينه. انا كده كده كحياني I'm here to help. حبيبتي thank you. انا بتأكد بس اذا كان شكله حلو ولا لا. هو مش قوي بس شغال يعني، احسن احسن من ما فيش. بعد كده بقى المفروض نروح على البنكر، بس عايزين نجرب عربية تانية، نخلي دي ترجع للجراج ونكلم الميكانيكي يجيب لنا عربية تانية. وشغال عندي بقى فاهم. لو ما ردش كنت لسه هقولها هديله خصم، بس هو لحق نفسه. عايزين ايه؟ ممكن مش عارف، خلينا في زي مش عارف هي شكلها ايه اساسا، بس بيتهيألي هتبقى حاجة حلوة عشان انا الجراج بتاعي كله حلو. خربت التواضع. يلا بسرعة ميكانيكي يا كلب. ايوه هو ده اخيرا. جابها مش جالها جاب. يلا بقى انت هتسخر بقى، مش شايف؟ يلا النور، يلا التفاهم بقى. شايف يلا شايف يلا فقير. يلا شايف يلا الباك فاير. يلا هي عربية ملهاش اي 30 لازمة. بس يعني هي انا سارقها من الشارع يعني، مع عامة الشعب. بس برضو بس كوبي بتاع التفاهم. سمعكم كلاكس. يلا مش مشكلة بقى، خلينا نضحي. سان أندريس ولد يا بتل. جت سليمة الحمد لله، خلاص عفيت عنك كنت يلا مش مشكلة بقى، سامح كريم. انا ليه بقى ليه الغشومية اللي انا فيها دي عمالة اكسر في ازازة؟ مش نافع.
وصلنا البنكر 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 اه البنكر بتاعنا. يلا بس هلا انا دوست بقى في العربية. لا مش ده، مش ده. بيتحرك بالعربية في البنكر عشان انا معيش وسيلة مواصلات اتحرك بيها جوه، عشان احنا ايه اتفقنا. مش هترضى تعديني ولا هنا كمان؟ خلاص خليكي بقى مركونة، مفيش أي 30 لازمة. الموتوسيكل كنت بخش بيه عادي عشان احنا فقرا، بس مش حاطين وسيلة مواصلة جوه البنكر. حتى الكاركتر تعبان وهو بيجري، تعبان. هو اشمعنى قلع الزونت وهو هنا؟ هو هنا مينفعش يلبس زونت ولا ايه؟ حد خد باله من الحوار ده؟ المهم هو مفيش، هما ليه موقفين شغل برضه؟ مش عاجبني شغلكم يا رجالة، عايز قرص أكتر. استنى أجيبلكوا شغل، أجيبلكوا سبلايز. احنا طبعا بنشتري سبلايز، ممكن تشتريها أو تروح استغفر الله العظيم تستعيرها من أخيك وتسرقها منه. فاحنا طبعا عشان احنا أغنياء وبنستحرم، عشان احنا أغنياء طبعا، فاحنا بنشتريها. أو بكسل أقسم بالله، مش بقى لا بستحرم ولا فاهم بقى. خلاص قوم قوم اتفضل قوم. انا هو بس كده، مفيش اي حاجة عندي تقريبا في الماب. اه ده عظيم جدا. بس هو كده يعتبر يعني قريب هتلاقيني بشتري بقى الابجريدز بقى بتاعة البنكر، وهشتري الكوساتكا اللي هي الغواصة، وهشتري اركيد، وهشتري مصنع سكر. هو كوكا كوكو كوكا انت فاهم يعني، بس هنقول عليه سكر عشان الرأي العام وكده. فبس كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، مفيش اي حاجه تانية. فان شاء الله الفيديو الجاي قريب، وفي حاجات كتيره جامده جدي 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 جدي، يعني اجداد 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 يعني، جايه في الطريق. في روكيت ليج هي او مش، يلا من غير حلقة. خلاص خلاص مش هحرق، مش هحرق. خليها مفاجأة، خليها مفاجأة. انت بس ادوس اللايك، اشترك، كومنت لذيذ. سلام، واشوفك الفيديو الجاي يا قمر.